الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا بكم متابعينا في تغطية جديدة على موقع صدى البلد. بيحتفل العالم يوم 14 فبراير كل سنة بعيد الحب أو الفالنتاين، لكن في الواقع مش الكل بيحتفل بنفس اليوم ولا بنفس الطريقة، فكل بلد لها طريقتها الخاصة للتعبير عن الحب، وبعض البلاد بتخليه عطلة رسمية عشان يعبر الأشخاص الوحيدين عن حزنهم ووحدتهم. فتعالوا معنا نعرف أغرب احتفالات عيد الحب في دول العالم. عندنا في مصر بيشتري المحبين دباديب وقلوب حمراء وورود وبيهدوها للي بيحبوهم عشان يعبروا عن حبهم ليهم، وبتتعلق الزينة في المحلات وبتتباع الورود والهدايا للاحتفال باليوم ده. أما الصين فبيحتفلوا بعيد الحب زي دول العالم، لكن الاحتفال التقليدي ليهم بيكون في أوائل أغسطس، وبينهوا اليوم بزيارة العشاء للمعابد لتأدية الشعائر الدينية، وبيصلوا من أجل الحب والجواز. وبتقوم البنات الصينيات بتقديم الطعام لآلهة الحب القديمة لتحقيق أمنياتهم في أنهم يلاقوا الشريك المناسب ليهم. أما اليابان فعيد الحب بيكون مخصص لتدليل الرجالة. غريبة دي بس يعني عادي، هو عندهم بيعملوا كده، وبتقدم فيه الستات الهدايا والشوكولاتة ليهم، وبيكون فيه نوعين من الشوكولاتة، نوع مش بيحمل طابع رومانسي وبتقدمه البنات والستات للأصحاب والزملاء في الشغل والمدرسة، ونوع بتقدمه اليابانيات بنفسهم في البيت بكل حب وإتقان وبيقدموه للشخص المميز عشان يعبروا بيها عن مشاعرهم. وبما إن الراجل بيتم تدليله في عيد الحب فبيتم تخصيص اليوم الأبيض، وبيكون 14 مارس لرد الجميل، وبيقوم الراجل فيه بتقديم شوكولاتة بيضاء للست اللي قدمت ليه هدية في عيد الحب. أما في كوريا الجنوبية الهدية بتشبه اليابان شوية، وهي إنها بتكون عبارة عن نوع من الشوكولاتة بتقدمه الست للراجل، وبعد مرور شهر بيحتفل الكوريين باليوم الأبيض، وبيقدم فيه الرجالة اللي خدوا شوكولاتة في يوم الفالنتاين حلويات لونها أبيض للبنات. بس كوريا الجنوبية حطت التاتش بتاعها بقى، ما نسيتش السناجل، وأضافت يوم جديد بيسمى اليوم الأسود في 14 إبريل، وده بيكون للي ملقوش حد يحبهم في الفالنتاين، وبيتجمعوا في المطاعم كتعزية لنفسهم ولوحدتهم، وبيأكلوا نودلز بيضة بصلصة سودة. وفي أمريكا بتعمل الولايات المتحدة في يوم الحب إجراء جميل جدا، وهو إن السلطات بتسمح للمساجين بالاحتفال بيوم الحب، وبتخلي السجين يقضي شوية وقت مع حبيبته. أما بقى في ويلز فالأمر بيختلف عن كل دول العالم، والاحتفال بيوم الحب بيكون في 25 يناير، وبيسمى عندهم بعيد سان داوني، وبيقدم فيه الراجل لحبيبته هدية مختلفة تماما عن باقي الناس في العالم، وهي معالق الحب، فبينحتوا معالق خشبية برموز ونقشات خاصة وبيقدموها للستات تعبيرا عن مشاعرهم. أما الشعب الإيطالي فبيحتفل بعيد الحب باجتماع الناس في الجناين والمتنزهات، يسمعوا موسيقى ويقروا الشعر، والبنات السناجل بيصحوا قبل الفجر وبينزلوا أول واحد يقابلوه بيرتبطوا بيه وبيتجوزوا خلال سنة. صورت قوي الموضوع ده. أما في بريطانيا فالبنات السناجل بتعلق أربع أوراق غار على زاوية المخدة وواحدة في النص، لأنهم بيعتقدوا بأن ده هيخليهم يحلموا بزوج المستقبل، لكن التقليد ده بقى دقة قديمة شوية وما بقاش حد يتبعه، والغالبية بيفضلوا الاكتفاء بتقديم الهدايا. أما في منطقة نورفولك في بريطانيا ففي نسخة فالنتينية من بابا نويل بيعرف باسم جاك فالنتين، وده بيوزع هدايا خلال الليل. وفي ماليزيا الاحتفال بعيد الحب مش بس للعشاء، لكن هو كمان يوم للعزاب، فبتكتب الستات أرقام تليفوناتها على البرتقال وبيرموه في النهر ويتمنوا انه يوصل لفارس الأحلام. وفي الفلبين بيخرجوا الناس للشوارع وبيعملوا حفلات وحلقات رقص ويطبلوا ويطيروا بالونات في الهواء، وبينظموا أفراح كبيرة بتجمع عرسان كتيرة وفي مكان واحد، وبتكون فرصة مناسبة للاعتراف بالحب، وبيستفيد الأزواج الموجودين في الاحتفال من تورتة الفرح والأكل والورد وغيره من مظاهر الاحتفال. وبتقام حفلات الزفاف في أماكن مختلفة في الفلبين، وبتتحمل البلديات مسؤولية تنظيمها عشان تساعد الأزواج اللي مش قادرين يتحملوا تكاليف الفرح. والبرازيل بقى بتحتفل بعيد الحب في 12 يوليو، وبيطلقوا عليه اسم يوم العشاء، وبيكون مش مخصص علاقات الحب ولكن للصحاب والكل بيشارك فيه، وبتكتب فيه كل بنت اسم الرجالة اللي بتعرفهم على ورق صغير وتخلطهم وتختار ورقة عشوائية عشان ترتبط بالشخص اللي اختارته.
أما فرنسا بقى اللي بتعرف بعاصمة الحب، فبيتم الاحتفال بالفالنتاين بتبادل الهدايا. لكن قبل عيد الفالنتاين كان الفرنسيين بيحتفلوا بتقليد تاني في نفس اليوم، وهو إن الرجالة السنجل بيقفوا برا بيوتهم وبينادوا على السناجل التانيين من الستات للارتباط بيهم. وفي نهاية اليوم بتقوم الستات والبنات اللي ما شاركوش في الاحتفال نظرا لعدم وجود شريك ليهم بحرق صور الرجالة. بس الحكومة الفرنسية منعت الاحتفال بالطريقة دي لأنه غالبا بيخرج عن السيطرة. وفي الدنمارك والنرويج ابتكروا أسلوب خاص بيهم في عيد الحب، وهو إن الراجل يكتب أبيات شعر لطيفة من غير ما يكتب اسمه ويسيب دليل بيشير لهويته، ولو قدرت الست تعرف اسمه فبيهديها بيضة من الشوكولاتة في عيد الفصح، وفي حالة لو ما عرفتش اسمه فهيجي ليها في عيد الفصح يطالبها بشوكولاتة. أما بقى في الأرجنتين فبيحتفلوا بالفالنتاين مع العالم يوم 14 فبراير، لكنهم بيخصصوا أسبوع كامل لعيد الحب من 1 ل 7 يوليو وبيسمى أسبوع الحلوى، وبيتبادل العشاء الشوكولاتة والحلويات ويرقصوا تانجو في الشوارع والمقاهي والمطاعم لسبع أيام متواصلة. وبكده تكون انتهت تغطيتنا عن طرق التعبير عن عيد الحب في كل دولة، ونتقابل في تغطية جديدة على موقع صدى البلد.